دلوقتي بنبتدي رحلة الكاياك في نهر جامبيا. It's better with one, at least if you have to change. You do that thing later. Let's go. رحلة بالكاياك في نهر جامبيا دي المفروض تبقى من احسن الرحلات اللي هنعملها في جامبيا. هنا احنا تول ليدرز طبعا للجيست الروسي اللي جاي جامبيا، وهم ما عندهمش حد بيتكلم روسي، فاحنا هنبقى الجايدنج هنا في جامبيا. فدي احنا كل يوم نطلع نتفرج على الرحلات اللي ممكن نعملها في جامبيا هنا، ودي هتبقى واحده من امتع الرحلات طبعا. يعني Is it okay with you if this video in YouTube? Yes, no problem. Because you end. اتفرجت على نهر غامبيا. طبعا انا معايا مجدفع جدا، بس انا ايه بصور الفيديو الاول، يعني تابعوني.